السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال للسيد. تفضل، يسمعكم السيد. عندي صديقتي واحدة من جماعتنا، هي توفى زوجها وما توفى زوجها، أخذت فترة وراسنا جيت لقيتها حامل، قلت لها أحسن من ما تنفضحين. بس علي صوتك، علي صوتك. هاي ما هو هي ما راح تسمعش من يم بيتكم، فتعلي صوتك خلي نسمع. ورا ما توفى زوجها شنو؟ لقيتها حامل. نعم. يعني ورا سنة. نعم. ورا سنة لقيتها حامل. نعم. فقلت لها يلا نقتل الطفل وتتزوجين الولد اللي هو وياك. فقتلنا الطفل عمر أربعة أشهر. وقتلنا بعد، شنو هو حكمنا؟ وزوجناها هو للولد نفسيته. اللي كانت علاقتها غير شرعية معاه، واضح؟ اي 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 واضح. اي كانت حكم غير يعني، وبس أنا شنو ردنا نستر على أبوها. واضح. أبوها خوش زلمان، فكتلت الطفل وقلت لها خلينا نتعارك. جنين قصدك؟ اي اي جنين. تعاركنا ويا مرت أخوها، قلت على مود تطلعيني من البيت وخلي أبوي يزوج هذا الولد. فسوينا هالشكل وانطيناه اياه. خير يعني شاء. شنو حكمنا؟ شكرا اختي على اتصالك، تفضل السيد. يعني في واقع الحال هالشكل مشاكل تصير في المجتمع، وتصير خيانات وتصير تعديات. هاي الفتاة مات زوجها وعلى حال، واحنا لذلك نقول يا جماعة ترى الأرملة لا تبقوها، الأرملة تريد زوج. فأكو بعض العادات والتقاليد أنه الأرملة لا ما تتزوج، الله واحد الزوج واحد، هذا من الأخطاء الكبيرة. فتزويج الأرامل، تزويج المطلقات أمر مهم جدا، لأنه هؤلاء معرضين إلمن للانحراف. وهذه البنت انحرفت مسكينة، راحت مع شخص على حال فعلت المنكر وصار عندها طفل، والآن يريدون يسترون عليها. شو يسوون إذا فهموا أن هذه زانية على حال فيها مشاكل؟ فقالوا أنه تعالوا سقطوا الطفل وعمره 4 أشهر، سقطوا واحنا نفرض الولد ان يجي يتزوجها. فعلى حال اسقاط الطفل حرام شرعا، والديه على حال تدفع ديه هذا الطفل بحسب الاشهر اللي هو فيها تقدر. لازم نراجع يعني حسابات الديات، باب الديات، واعتقد بالذهب يعني كم مثقال ذهب على حال لابد ان تدفع الى على حال الى الحاكم الشرعي. وتزويجه بهذا الولد عمل جيد، أنه أنتوا سترتوا عليها وخليتوا يتزوجها. إن شاء الله تعالى الله يغفر لهم ما ارتكبوه من الذنب العظيم. اللهم آمين. شكرا جزيلا.